أول شيء حق اللي ما يعرفني، أنا اسمي فارس عاشور، إنسان كويتي عايش ومتعايش على هالأرض مع الجميع باختلاف دياناتهم، جنسياتهم، طوائفهم، ألوانهم، يعني ما عندي مشاكل مع أي أحد. وإذا تبون تصنفوني أكثر كالعادة، لأن أدري إن في وايد ناس يحبون هالتصنيفات، إيه نعم أنا مسلم، وأدري إن في ناس ما راح يوقف معاهم الموضوع لهالحد، هم إيه نعم أنا شيعي.